عاجل نجم المغرب ينفجر على وليد الرجراجي ويحرجه مع المغاربة بعد عدم استدعائه إلى المنتخب المغربي. الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يا سادة يا كرام أعلن بشكل رسمي عن تتويج النجم المغربي سفيان رحيمي كأفضل لاعب الدوري الإماراتي خلال شهر سبتمبر الماضي، وأدلى سفيان رحيمي ببعض التصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي، وجاءت تصريحاته كالآتي: أحترم قرار وليد الرجراجي بعدم استدعائي للمنتخب المغربي، وأتمنى التواجد مع المغرب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية القادمة بكوت ديفوار. ولكن وجه سفيان رحيمي رسالة للجماهير المغربية: ماذا أفعل أكثر من ذلك من أجل نيل ثقة وليد الرجراجي؟ الجدير بالذكر أن سفيان الرحيمي يقدم مستويات مذهلة مع فريق العين الإماراتي، ولكن ينال استبعاد وراء استبعاد، والسبب لا يعلمه إلا وليد الرجراجي. في نهاية الأمر سفيان رحيمي هو مطلب مغربي جماهيري أن يتواجد مع الأسود في كوت ديفوار في الكان المقبلة يا سادة يا كرام.